عملوا فينا كده لما عيال تبقى عيال من عيالنا ويهنونا الاهانه دي. احنا مصريين حقنا على مصر لو الناس لو احنا ما الناس صبنا يسكنونا لان ده حقنا على بلدنا. لو هم مش عايزين يدونا نشوف لنا دوله ثانيه تتبنانا عشان كده حرام والله العظيم كده حرام. حكومه مش تسالينا يعني اللي يروح هنا واللي يروح يتوضى هنا واللي يروح هنا يرضي مين؟ انا جوزي راجل كفيل انهي شرع وانهي دين اللي بيقول كده؟ في مسجد عشان انا مش عارفه اروح فين. 25 سنه ولا بنتي في ثانيه اعدادي ما بتروحش المدرسه عشان نهدى على كتابها وعلى اللسان وعلى كل حاجه. لا انا مش عايز اكتر من كده لان انا من البلد دي وده حقي على البلد دي ان انا الاقي مكان يسترنا انا وعيالي ولا قاعد في الشارع كده انا وعيالي. لما طفله زي كده تضرب في الشارع هتطلع ايه؟ انا محمد اشرف من حزب العيش الحريه امانه العمل الجماهيري. احنا النهارده جايين متضامنين ومنظمين وقفه مع الاهالي عشان خاطر هو عامل اخلاقهم قصريا ازمه النخل والاهالي محتاجين بديل سكن واضح. عازمين